مرحبا، أعزائي، برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرانس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. موضوع حلقتنا اليوم عن عطر من سي كي أو ما يعرف بكلفن كلاين. في دار ملابس، أزياء ملابس، وعندهم عطور مثل ما قلنا سي كي 1، عطر قديم له فترة طويلة موجود. هذا العطر تم إصداره عام 1994، والعطار الاساسي اللي عمل هذا العطر هو البرتو مورياس. بتعرفوا هذا عطار معروف كتير، عمل اكوا دي جيو، عمل بالبلغاري، عمل عطور كتير معروفة وكتير مشهورة، وكمان معه عطار تاني اسمه هاري فرومون. اوكي، عطار فرنسي تاني. العطر صيفي منعش جدا. اوكي، مثل ما شايفين معي عبوة 200 ملي، وفي كمان منه 100 ملي. اوكي، بس انا بحب كتر منه هذا العطر، فعطول بجيب عبوة 200 ملي. مثل ما شايفين هي العلبة تبعها ما عندي اياها، انا كبيتها ضاعت من عندي من زمان. هي العلبة بتيجي كتير سيمبل، هيك لون ابيض مكتوب عليها اسم العطر. اوكي، هذا العطر بيجي بيفتح، وانت انتبهوا بيفتح هيك. اوكي، اول ما يجي العطر مختوم بيكون له غطاء. هلا راح احط صورته، بيجي مختوم مثل ختم، يعني غطاء مختوم بتفكوه بتكبوه، وبتكون بقلب العلبة موجود السبراير الاتومايزر مع هذه، بتكون كلها موجودة بالعلبة على جنب، بتسقطوها هيك وبتسكروا العلبة. كل السي كي بيجوا هذا السي كي 1 بيجوا بهذا الشكل، حتى الوان الشوك كلهم بيجوا بهذا نفس طريقة الزجاجة. اوكي، مثل ما شايفين الزجاجة العصير لونه اصفر، والزجاجة تحسوها كأنها محطوطة بالتلاجة، يعني بتوحي لكم بالانتعاش. هذا نوع الازاز مثل الاسيمياكي، مثل الاكوا دي جو، هذا ستايل الزجاجات. السبراير حلو كتير، السبراير عطر الا منعش هلا بفصل الصيف رائع. اوكي، عنا افتتاحية ليمون، عنا نوتات خضراء، برجمونت، المندرين، والبابايا، فواكه البابايا. اوكي، وفي شوية بهارات بيقولوا في الهيل، بس منه كتير واضح البهارات فيه. في عقصة بهارات، في الهيل مع جوزة الطيب هذا العطر، بس هيك بالخلفية. بالوسط بصير عنا الزهور، بتدخل الزهور خاصة الزهور البيضاء. عنا زنبق الوادي، الياسمين، الفريزيا، البنفسج، والورد. جد عطر حلو ومنعش. بالقاعدة عنا المسك العنبر، خشب الأرز، خشب الصندل، طحلب السنديان، والشاي الأخضر. أوكي، مكوناته عطر منعش جدا. أوكي، هذا العطر ممكن ارتدائه من قبل الجنسين، يعني عطر يونيسكس. هو منه موجه لا، منه محطوط انه فور مان او فور وومن، هو سي كي 1 اسمه العطر، فممكن استعماله من الجنسين. اوكي، ادائه اكثرية العالم تشكي من ادائه، انا بالنسبة لي ادائه بلاقيه منيح علي، يعني مع بشرتي عم بيعطينا اداء منيح، عم بيعطينا محدود الـ5 ساعات، بس هو اجمالا ادائه 3-4 ساعات اكترية العالم. انا علي ادائه منيح، بس انه اجمالا هو وسطي الى اقل من وسطي. اوكي، فهذا العطر بدكم تكتروا منه. فواحين واول ساعة جميل جدا، بيعطيكم فواحين حلو خاصة اول ساعة. اوكي، فهذا العطر بدكم ترشوا اقل له 10 بخات منه هذا العطر، واوقات 15 يعني. اوكي، فتاخدوا اداء حلو. عطر مناسب اذا عندكم شي ظهرة، شي سهرة هيك، يعني مشوار هيك ابو خمس، يعني هيك تقريبا بحدود 3 ساعات، ترتدوا هذا العطر بفصل الصيف رح يكون رائع. اوكي، واجمالا انا بس باخده معي على الشغل، باخد معي على الشغل كل 3 ساعات برجع بعمل رشة جديدة، فمشان يضل العطر فريش عليكم وريحته حلوة. سعره بلبنان بتلاقوه رخيص منه غالي، بحدود $30 عبوة 100 ملي،
وبحدود $50 عبوة الـ200 ملي. أكيد بنصحكم بعبوة الـ200 ملي، نفسيا بترتاحوا انتوا عم ترشوا انه معكم 200 ملي. اوكي، هذا هو اذا اعزائي سي كي 1 من كالفن كلاين، عطر رائع للصيف. اوكي، ومنعش وبتاخدوا عليه اطراءات من السيدات، بحبوا هذا النوع العطور. اوكي.